السلام عليكم. اليوم بدنا نحل بعض التمارين بوحدة الحسابات الكيميائية للمادة الكيمياء طبعا للصف العاشر. طبعا نحن حكينا في الأسابيع السابقة عن كثير من المواضيع اللي بتتعلق في الحسابات الكيميائية. تعلمنا كيف نجد عدد المولات، كيف نستخرج الكتلة، كيف نحسب الكتلة المولية للمركبات، كيف استخدم عدد أفوغادرو في حل المسائل اللي بتتحدث عندي عن عدد الذرات أو عدد الجزيئات. تعلمنا كيف نحسب النسبة المئوية الكتلية لذرات العناصر. تعلمنا أيضا كيف نخرج الصيغة الأولية، الصيغة الجزيئية. اليوم بدنا نحل بعض الأسئلة المتناولة في أسئلة الوحدة صفحة 28 و29 كتطبيق مباشر لأسئلة الحسابات الكيميائية. بدنا نتناول السؤال الخامس. السؤال الخامس بحكي لي: يعد غاز الـ SO2 أحد الملوثات الرئيسية للهواء، ولتخليص الهواء منه يتم مفاعلته مع مسحوق كربونات الكالسيوم وفق هاي المعادلة الكيميائية الموزونة. بحكي لي السؤال: احسب كتلة مسحوق كربونات الكالسيوم اللازم للتفاعل، يعني بده كتلة كربونات الكالسيوم اللازم للتفاعل مع 3.2 جرام من غاز الـ SO2. معطيني معطى عن الـ SO2 وطالب مني شيء بيتعلق بالـ CaSO2. حكينا مسبقا السؤال شو ما كان معطيني تفاصيل، أنا بمسك بشغلتين، بمسك بإشي معطيني عنه معطى، وبمسك بالإشي بمركب أو بجزء موجود عندي في المعادلة هو طالبه مني. بما أنه هو رابط لي هدول الاثنين، معناته أنا بقية أجزاء التفاعل الكيميائي ما بتهمني. أول إشي كما تعلمنا سابقا بستخرج العلاقة، ونحن حكينا اللي باخده من التفاعل الكيميائي هي علاقة بتربط عندي عدد مولات. يعني كم عدد مولات CaCO3؟ بحكي كل 2 مول من CaCO3 تحتاج ل 2 مول من الـ SO2 حتى يكتمل عندي هذا التفاعل. بس هاي اللي باخدها من إيش؟ من المعادلة الكيميائية كما تعلمنا سابقا. بحط السهم تحت السهم. هلا بشوف السؤال شو معطيني معطى، شو معطيني معطيات أنا بقدر أستخدمها؟ معطيني أعداد مولات؟ لا، هو معطيني كتل، معناته أنا بدي أستخدم كتل. لكن العلاقة هون بين مول ومول، معناته بدي ينزل عندي تحت مول ومول، بس أنا مش معطيني مول، هو معطيني كتلة، فبحول الكتلة هاي لإيش؟ لمول. طبعا نحن بنعرف القانون اللي بحكي لي عدد مولات، عدد مولات مين؟ عدد مولات الـ SO2. ليش عدد مولات الـ SO2؟ لأنه هو معطيني معطى واحد بيتعلق بمين؟ بالـ SO2، بيساوي الكتلة على الكتلة المولية. بحط اليساوي تحت اليساوي. عدد المولات أنا بدي أخرجه. طيب الكتلة للـ SO2 قديش معطيني إياها بالسؤال؟ 3.2. طيب الكتلة المولية على الكتلة المولية للـ SO2 هو مش معطيني إياها بالسؤال، بس أنا بستخرجها. طبعا أنا بكون جايبيت لك في السؤال علما بأن الكتلة المولية للـ S في عددها هون زائد الكتلة المولية للـ O في عددها. من وين بستخرج هاي القيم؟ بستخرجها من الجدول الدوري. أنا بكون جايبة بالسؤال علما بأن الكتلة المولية للأس هالقد، والكتلة المولية للأكسجين هالقد. من وين بستخرجها؟ من الجدول الدوري. بس أنا مستخرجتها سابقا. الكتلة المولية للأس عندي 32. من وين جبتها؟ من الجدول الدوري. كم عدد ذرات الأس في الأس أو 2؟ 1 زائد الكتلة المولية للأكسجين 16. من الجدول الدوري قيمة ثابتة. كم عدد ذرات الأكسجين؟ 2. ويساوي بحسب 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 تطلع معي 32 زائد 16 في 2 32 ويساوي عندي 64 جرام لكل مول. لا تنسى الوحدة. بمسك هاي وين بطبقها؟ بطبقها هون على 64. طبعا احنا موضوع القسم الطويل تحدثنا فيها مطولا في الاسابيع السابقه، وفهمتك كيف احنا بنحرك الفواصل. يعني مثلا هون كيف بدي احرك الفاصله؟ ببساطه بضرب البسط ب10، بضرب المقام ب10، بتروح عندي الفاصله 32 على
640 بتصير. بقسمة طويلة تطلع معاي النتيجة 5% مول. لا تنسى الوحدة. الخمسة بالمية مول هاي وين باخدها؟ بطبقها بالعلاقة. العلاقة بتحكي لي كل 2 مول من الـ CaCO3 بيحتاج لـ 2 مول SO2. أنا شو طلع معاي؟ عدد مولات مين؟ الـ SO2. وين بحطها؟ يمين ولا شمال؟ أكيد تحت مولات الـ SO2. فهون بحكي 5% مول SO2. قديش بده يعطيني عدد مولات الـ CaCO3؟ لاحظ بأنه السؤال بصير يعني يمشي معك، السؤال لحاله بصير يدلك وين تروح. هلأ بضرب 2 مول CaCO3 ضرب 5% مول SO2 يساوي 2 مول SO2 ضرب سين. سين يلي هي عدد مولات CaCO3 على 2 مول SO2 على 2 مول SO2. نختصر، مول SO2 بتروح مع مول SO2، شو بيصفي عندك؟ سين بتساوي عدد يلي هي مين؟ عدد مولات CaCO3. بيطلع معاي الناتج النهائي، لاحظ هون 2 بتروح مع مين؟ مع 2. شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي 5% شو؟ مول. أنا هيك أخرجت عدد مولات مين؟ CaCO3. لكن السؤال شو طالب؟ طالب الكتلة. طب أنا طلعت عدد المولات، بقدر أطلع الكتلة؟ طبعا. قالونا بيحكي لي عدد مولات CaCO3 بتساوي الكتلة على الكتلة المولية، ويساوي عدد المولات 5% الكتلة أنا بدي إياها. طب الكتلة المولية للCaCO3 شو بتساوي؟ هي نفسها الكتلة المولية للCa بعددها زائد الكتلة المولية للكربون في عددها زائد الكتلة المولية للأكسجين في عددها، ويساوي. من وين بدي أجيب هاي الأرقام؟ من الجدول الدوري. بفتح الجدول الدوري بخرج الأرقام اللي عندي. CA الكالسيوم قديش طلعت معاي؟ 40.0، خلص 40 ضرب كم عدد ذرات الكالسيوم هون؟ 1 زائد من الجدول الدوري بستخرج مين؟ الكربون. قديش؟ 12. كم عدد ذرات الكربون عندي؟ 1 زائد الكتلة المولية للأكسجين من الجدول الدوري قديش؟ تقريبا قربها الأقرب جزء عدد صحيح عفوا 16 في 3، ويساوي 40 زائد 12 زائد 3 في 6 18، 3 في 1 3 1 4، ويساوي 8 و2 10، 4 و4 8 9 10، يعني 100 جرام لكل مول. باخد 100 جرام لكل مول، وين بطبقها؟ وين بحطها؟ بمكانها 100 جرام. هلأ بدي أضرب ضرب تبادل عشان تطلع معي الكتلة. الكتلة تساوي، مش عند الضرب بنزل الأصفار، نزل الصفرين، 5 في 1 5. طب الفاصلة بعد كم منزلة؟ بعد منزلتين، منزلة منزلتين، إيش؟ جرام. السؤال شو طالب؟ طالب كتلة CaCO3، أخرجناها. وهيك احنا بنكون خلصنا اول سؤال حليناه لليوم. بلش نحل سؤال اخر من اسئله الوحده، صفحه 29 بالكتاب. بحكي لي سؤال، يريد مستثمر استخراج النحاس من وادي عربه في الاردن الذي يحتوي منجمين للنحاس. انا تركيزي على النحاس. احدهما يحوي خام الملاكايت، طبعا النحاس في احدى تركيب هذا الخام، والاخر يحوي خام البايرايت، وبرضه النحاس في تركيب هذا الخام. كيف تساعد هذا المستثمر على إعداد تقرير يبين أي المنجمين أجدى اقتصاديا للاستثمار؟ شو يعني؟ يعني مين من المنجمين كمية النحاس فيه حتكون أعلى؟ طب أنا كيف بدي أساعده؟
نحن تعلمنا سابقاً كيف نحسب النسبة المئوية الكتلية لذرات العناصر في مركباتها. أنا لو ما أحسب النسبة المئوية الكتلية للسيو، أنا ما بدي الكربون، ما بدي الأكسجين، ما بدي الهيدروجين، أنا بس بهمي أحسب لمين؟ للسيو. كذلك الأمر هون بخام البايرات، لما أحسب النسبة المئوية الكتلية للسيو بعرف قديش نسبة السيو هون، بعرف قديش نسبة السيو هون. بناء على النتيجة اللي بحصل عليها بقدر أعرف مين أو بنصحه مين المنجم يلي رح يكون أجدى اقتصادياً إنه يستثمر فيه. كيف منحسب نحنا النسبة المئوية؟ كالتالي، كما أخذنا مسبقاً بحكي، النسبة المئوية الكتلية لمين؟ للسي يو في الملاكايت، يعني أنا بدي أبلش بهذا بالأول، تساوي الكتلة المولية للسي يو في عددها على الكتلة المولية لمين؟ للمركب كامل يلي هو شو؟ CO2 CO3 OH كل 2 ضرب 100%. ويساوي الكتلة المولية للCO، أنا هون محضرتهم بجيبهم من الجدول الدوري أكيد للمرة المليون، مش مطلوب منك تحفظها. الكتلة المولية للCO 64 ضرب قديش عدد ذرات السيو في مركب أو في خام الملاكايت CO2، يعني أنا عندي ذرتين من السيو، على الكتلة المولية، طبعا هون ضرب 100%، على الكتلة المولية لمين؟ للسيو لخام الملاكايت كامل. باجي على جنب وبحسب، بدي الكتلة المولية للسيو 2 CO3 OH كل 2 يساوي الكتلة المولية للسيو في عددها زائد الكتلة المولية للكربون في عددها زائد الكتلة المولية للأكسجين في عددها زائد الكتلة المولية لمين؟ للهيدروجين في عددها. بدلت بينهم عادي، عملية الجمع عملية تبديلية. السيو أنا عندي 64 قدي عددها؟ 2 زائد الكربون 12. من وين جبت 12؟ من الجدول الدوري. قديش عدد ذرات الكربون عندي؟ هيا واحدة سي ضرب واحد زائد الكتلة المولية للأكسجين 16 ضرب قدي عددها؟ أو هون في عندي ثلاثة برا، وفي عندي هون داخل القوس 2 ثلاثة واثنين خمسة زائد الكتلة المولية للهيدروجين، هي كتلة الهيدروجين قديش عددها؟ 2 واحد في 2 ويساوي، بتطلع معي كإجابة نهائية 221 جرام لكل مول. وين بمسكها؟ هاي بمسكها وبعوضها هون، 221 جرام لكل مول. طبعا نحن أخذنا تفاصيل الحسابات الكيميائية وأخذنا كيف تفاصيل القسم الطويلة، اضرب 64 في 2، 2 في 4 8، 2 في 6 12 على 221 ضرب 100%. نحن أخذنا كيف نقسم قسمة طويلة وأخذنا أدق التفاصيل عن موضوع الضرب 100%، بطلع معي الإجابة النهائية التقريبية تقريبا 57.5%. نيجي هلأ نحسب، أنا لمين طلعتها؟ طلعت للسيو في أول مركب اللي هو خام الملاكايت. نيجي هلأ نحسب النسبة المئوية الكتلية لمين؟ برضو للسيو في البايرايت يلي هو هاد المركب الثاني، تساوي نفس الشيء الكتلة المولية للسيو في عددها على الكتلة المولية، شو صيغته؟ CU FeS2 ضرب 100%. ويساوي الكتلة المولية للCU قديش؟ بستخرجها من الجدول الدوري، 64 ضرب قديش عدد ذرات الCU في المركب؟ واحد.
على الضرب طبعا هون 100% على الكتلة المولية لمين؟ للبايرايت. باجي على جنب وبحسبها، بحكي الكتلة المولية للCuFeS2 تساوي الكتلة المولية للCu في عددها زائد الكتلة المولية للFe في عددها زائد الكتلة المولية للS في عددها، ويساوي الCu 64 قيمة ثابتة ما بتتغير من الجدول الدوري، قدي عددها؟ 1، زائد الاف اي برضو بجيبها من الجدول الدوري 56، قدي عددها؟ برضو 1، زائد للأس بجيبها برضو من الجدول الدوري 32 في عددها يلي هي 2، ويساوي تطلع معي كقيمة نهائية 183.5 جرام لكل مول. أوكي؟ هلأ هون بحكي بعوضها 183.5، تطلع معي كإجابة نهائية تقريبية 34.6%. لما أجي أنا أطلع على هاي النسب السيو وين؟ في البايرايت. ولما أجي أطلع على هاي النسبة للسيو وين؟ في الملاكايت. مين اللي نسبته أعلى هون ولا هون؟ أكيد في نسبة السيو في الملاكايت أعلى. إذن لما يجي يحكي لي بين أي المنجمين أجدى اقتصاديا، بحكي له موجودة وين؟ في الملاكايت. نسبة السيو أعلى 57.5 تقريبا بالمية، أعلى من نسبته في البايرايت. إذن وين بنصحه؟ يروح على الملاكايت. وهيك يا شباب بنكون خلصنا حل السؤال. بقية الأسئلة الموجودة بأسئلة الوحدة تقريبا هي أسئلة مكررة لأسئلة تم تداولها في حصص الأسابيع السابقة. بتمنى منكم تحلوها، وأي أسئلة بإذن الله تعالى سوف نجيبها عليكم في الحصص المقبلة. يعطيكم العافية.